إذن نقترب في هذه اللحظات من نقطة نهاية الدورة 13 للمهرجان الدولي للمسرح الجامعي التي عرفت تنشيطا ودينامية ثقافية ومسرحية لمدينة طنجة على امتداد 6 أيام انطلقت بكرنفال ضم مشاركة مجموعة من الدول وانتهت بحفل توزيع الجوائز على المتفوقين الذين استطاعوا أن يقنعوا لجنة التحكيم من خلال عروضهم المختلفة التي تحمل في طياتها مجموعة من الخصوصيات الثقافية التي أتتنا من دول مختلفة وأيضا من تخصصات علمية مختلفة. فتم اللقاء بين هؤلاء الطلبة والطالبات بين هؤلاء العالم ومدينة طنجة. هذا اللقاء الذي أنتج مجموعة من البرامج العمل والتعاون في المستقبل الذي أنتج أيضا خطاط لتحسين ظروف هذا العالم من خلال مساهمة هؤلاء الطلبة والشباب في تغيير ملامحه من خلال ممارستهم لعشق المسرح الذي يعتبر فنا قادرا على إقناع الكل بنبذ كل أشكال العنف وتبني كل أشكال الحب والسلام والوئام. فشكرا جزيلا لكم على التتبع وعلى كل ما بذلتموه من أجل تغطية فعالية هذه الدورة المتميزة بكل المقاييس. شكرا. الموضوع باقية ولائم وإخلاص مرفوعة إلى السجدة العالية لله دام له النصر والتأييد. إنه لمن دواعي الغضب والسرور أن أرفع إلى سجدته العالية لله.